أعلن حزب الله أنه اشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى قرية رامية في جنوب لبنان. وأعلنت قوات اليونيفال إصابة جندي ثالث من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يونيفال خلال ضربة إسرائيلية على الجنوب اللبناني. ووصفت قوات اليونيفال الهجوم بأنه تطور خطير، مشددة على ضرورة ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.